أنا دكتور ممدوح النحاس، أستاذ السكر والغدد الصماء. هنتكلم النهاردة عن غيبوبة السكر الكيتونية. الحقيقة دي من المواضيع المهمة جدا أن احنا نعرفها. هو عشان نكون عارفين القصة إيه، الجسم بيستخدم الجلوكوز للحصول على الطاقة، بس استخدام الجلوكوز بيتطلب أن يكون فيه إنسولين موجود. لما بيكون مريض سكر وعنده الانسولين ناقص في الجسم ما بيقدرش يستخدم الجلوكوز عشان يطلع الطاقة، وبيستخدم المواد الدهنية علشان يطلع منها الطاقة. استخدام المواد الدهنية بيتكون او بينتج عنه تكوين الاحماض الكيتونية، والاحماض الكيتونية دي احماض، وبالتالي بتزود حموضة الدم، ودي بتعمل مضاعفات خطيرة ممكن تؤدي ان الشخص يدخل في غيبوبة وممكن تبقى فيه مشاكل كتيرة. لازم نعرف ايه هي العوامل المساعدة لها. العوامل المساعدة لها ان انا اولا احنا قلنا ان سببها هو نقص الانسولين. ممكن نقص الانسولين ده يكون بسبب ان انا ما باخدش العلاج بتاعي. انا ليا 4 حقن انسولين في اليوم، بكتفي بحقنة او بحقنتين وما باخدش علاجي كامل، ده ممكن يعمل اسيتون. او انه لو انا تعرضت لموقف الجسم محتاج فيه الانسولين زيادة، زي مثلا الالتهابات. في الالتهابات الجسم احتياجه من الانسولين بيزيد. دي بتبقى يعني مشكلة شايعة ان الام لما بتلاقي ابنها سخن وجاله اي عدوى شهيته للاكل بتقل، فهي بتتخيل انها لازم تبطل الانسولين او تقلل الجرعة. الحقيقة ده خطأ شائع وبيؤدي إلى تكوين الأسيتون، عشان كده لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي بتؤدي للأسيتون. الأسيتون ظهوره بيبقى الأعراض بتاعته إنه أعراض السكر بتزيد، التبول الكتير، العطش الكتير، ساعات بيبقى فيه آلام في البطن وساعات بتتشابه حاجات جراحية، ساعات الإدراك بيبتدي يتأثر، يبتدي الشخص يبقى مدروخ شوية أو مش مركز. وإذا الحاجات الأعراض دي أهملت ده بيؤدي لأن الشخص يدخل في غيبوبة. التشخيص سهل جدا، وهو أن احنا بنستخدم شرايط الأسيتون في البول. مجرد أن أنا استخدم الشريط ده بيشخص لي أن في أسيتون في البول. وجود الأسيتون ده معناه أن أنا لازم أتوجه لأقرب مستشفى عشان أخد العلاج المناسب ليا. ومع تمنياتي لكم بالشفاء.